خلال الاسبوع الحالي بقى كان في كلام كتير جدا عن شكل الدوري في الموسم الجديد لتفادي ضغط المباريات وتضارب المواعيد مع البطولات القاريه وكذلك المشاركه في المشاركات الافريقيه للانديه. يعني هي ان الموضوع والملف ده اكيد محتاج شغل كتير جدا، بس شغل كتير من رابطه الانديه لانها بتمثل الانديه والمفروض انها تدور على مصالحهم يعني. وبالتالي لازم رابطه الانديه ما تعلنش اي حاجه بدري قبل ما تدرس كل حاجه وتاخد قراراتها بهدوء، ولازم تاخد رابطه الانديه القرار بالراحه، ولازم يكون ده، ولازم تاخد راي الانديه كمان بالمناسبه يعني، ولازم يكون ده متوافق مع الاجنده الدوليه. الرابطه بتحاول تجتهد الحقيقه عشان تطور شكل الدوري الممتاز، لكن كمان ده بالتاكيد لازم يكون بشكل مدروس ويعمل فارق ايجابي لصالح الانديه، لان ده هو الشغل لرابطه الانديه. حتى الان الرابطه لم تخطر الانديه باي شيء، وكمان الرابطه لم تعلن اي شيء رسمي بخصوص شكل الدوري في الموسم الجاي. وبالتالي كل ما يثار هي تصريحات وراء يعني اجتهاديه، اراء شخصيه، لكن مش قرارات رسميه. الموضوع ده يا جماعه مش بس يدرس، الموضوع ده محتاج خبراء في الحته دي. مش عيب ان احنا نستشير خبراء سواء المحليين او الاجانب يعني، بس حته الدوري دي احنا عندنا خلل فيها من قبل الكورونا ومن قبل يعني الدول اللي حصل فيها الكلام ده في الكورونا كان شيء منطقي جدا لان البطولات كلها وقفت وبقى في ضغط في وقت معين، لكن احنا من قبل كده واحنا عندنا مشاكل دي. احنا ما فيش انتظام في جدول الدوري المصري تقريبا من اكتر من 10 سنين، وما فيش ملامح باينه من اول الموسم لاخره. يعني اتفقنا على شكل جدول او شكل ترتيب مباريات من اول الموسم وكملنا الموسم بنفس الشكل، ده ما حصلش بقاله كتير جدا. فبالتالي مش عيب ان احنا نجيب خبراء يدرسوا لنا الشكل ويتكلموا مع الانديه ويشوفوا الجداول الافريقيه اللي عندنا ويشوفوا الاجنده الدوليه اللي عندنا ويتم دراسه الموقف بالنسبه للانديه المصريه. ندرس الاول وبعدين نشوف. اصل هو سهل جدا اي حد ياخد قرار، انا ممكن اطلع النهارده واقول لك الدوري الموسم الجاي هيتلعب ماتشين كل اسبوع وهنلعب مش عارف ايه، وانا ما درستش الاجنده الدوليه وما درستش المشاركات الافريقيه وما درستش اي حاجه، وبالتالي هيبقى كل ده مش هيتنفذ. لازم دراسة كل التفاصيل قبل اتخاذ أي قرار. ده يعني شيء أتمنى أنه يطبق يعني، وده شيء سهل بالمناسبة يعني، لو مش هنقدر نطبقه إحنا نجيب حد يطبقه بس.